الإسكان لمناقشتها في ملف الإسكان بالكامل وحضور الفنانة نادية مصطفى والسيد النقيب العام وعدد من أعضاء المجلس بالإضافة لممثلي الشؤون القانونية والحسابات كلجنة مشكلة لطرح كل ما ورد من السادة أعضاء الجمعية العمومية من شكاوي بغرض توضيح الموقف كاملا موقف الإسكان كاملا وبحضور استشاري هندسي معتمد. سادسا منح جميع السادة أعضاء الجمعية العمومية والسادة الزملاء الأعضاء المنتسبين هدية نقابية وهي إعفائهم تماما من كافة الغرامات المترتبة على تأخير تجديد الاشتراكات بحتى أقصى 5 سنوات تبدأ من تاريخه وحتى تاريخ 1/12 إن شاء الله.